تحية لكم وكل الناس اللي رسلت صورها وصور الأطفال الحلوين منورة صور دايما بيكون. تحية لكل الناس المتواصلين معنا عبر الواتساب بيرسلوا لنا صورهم وصور أطفال المناظر الطبيعية وكمان صور مناطقهم اللي هم عايشين فيها. إن الجندي المجهول لليوم أنتم بتسمعوا دايما صوته عبر التقارير المختلفة على قناة درمان الفضائية, و أناملو كمان بتكون في كنترول في هندسة الصوت واختيار أجمل الألحان والأغاني. خلونا نرحب بأمير الطيب مهندس الصوت بقناة أمير عبد الرحمن. التحية لك يا أمير. من قبل دايرة أقول إنه ما لخبط بين أمير الطيب وأمير, والاثنين كمان مهندسين صوت ومميزين جدا, لكن الفرق إنه أمير بالحنجرة بتاعته الذهبية بيزين قناة درمان, بيزين تقاريره وبرامجها كمان سياسية واجتماعية وغيرها. أمير عبد الرحمن حبابك عشر. مرحب بك عزيزة ومرحب بكل المشاهدين مشاهدي قناة درمان الفضائية. مرحب بك. الناس كلها طبعا حتكون ربطت الصوت مع الشخصية مع الصورة لأول مرة. أول مرة تطلع عبر الشاشة ولا حصل قبل كده؟ حصل كثير. نعم. والله كثير. نعم. يعني ممكن الصوت مع الصورة والناس اتعودت على الصورة إنه لقدام نقول في مشروع, يعني مشروع بتاع مذيع يعني. لا ما أعتقد ليه يعني دائما خلف ما قاعد أحب الأضواء بس. أها شايفاك من قبل أنت متضايق من الإضاءة وال... تعباني جدا. تعباني مش؟ عشان تقدروا يعني. نعم. نتعرف عليك أكثر أمير عبد الرحمن. أمير عبد الرحمن يوسف من ولاية الجزيرة أبو حراس الشرق, شرقي مدني, مذيع وفني صوت ومخرج إذاعي. مخرج إذاعي. إذاعي. نعم. طيب مخرج إذاعي في التلفزيون ما جربت القصة؟ لا لا في الإذاعة. أنا يمكن أكثر فترات اللي اشتغلتها في كانت في الإعلام في الإذاعة. الغنوات والتلفزيونات دي مؤخرا يعني ما قمنا نجي نضايقكم شوية. حبابك عشر أهلا بك. طيب عندك فكرة عن الإخراج التلفزيوني بحكم إنك بتكون قاعد دائما جنب ناس بدر الدين وياسر؟ لا أكيد أكيد بعد شويتين برضو بكون يعني بتقتحم برضو زي ما اقتحمت مجالنا يعني. نعم بصير زي بدر الدين شوي. خلاص تمام تخش بدل بدر الدين. التحية لبدر الدين. الله يخليك. التقارير وقراءة التقارير المختلفة, هل بتكون بنفس ما في تقارير بتكون مثلا او ناريشن ساي بتاع صوت مال الاخبار, في فرق والفرق شنو بينهم الاثنين؟ في فرق لانه التقارير الاخبارية الصوتية بتاعت الأخبار دائرة شغل مختلف عن التقارير مثلا بتاعت الأفلام الوثائقية. تختلف عن البرامج الاجتماعية والعادية, البرامج الثقافية العادية دي فيها اختلافات لأن صوت الأخبار صوت يمكن الأخبار أنا جافة فدائرة لها صوت قوي كده بنغمة مختلفة من الشغل بتاع الأفلام الوثائقية. الأفلام الوثائقية بتتابع صورة بتحكي عن صورة فبتكون شوية الإيقاع أقل من شغل الأخبار. ولو في معلومات مثلا معلومة عن فاكهة مثلا معينة عايز تتكلم عن تقرير برضو. نعم. بيكون مختلف عن الفيلم الوثائقي بتكون مختلفة أي. هي ممكن تكون قريبة للأخبار لكن شوية ما بين دي. أنت بتميل لياتو في التلاتة؟ أنا بميل للمنوعات أساسا يعني لا تقارير إخبارية ولا يعني أكثر فترات اللي اشتغلت في برامج المنوعات. طيب مرات بيستعطفك إن في تقارير أنت تقرأ لك أبيات بتاعت شعر وكيف؟ لا أكيد بقرأ بالمنوعات, أنت لابد إنه تلاقيك قصيدة تقريها تواصل بتلاقيك يعني حاجة أكيد. برضو أي مذيع أقوله غالبية المذيعين اللي بيجوا إذا كانوا مدربين أو بيكونوا جايين جاهزين لازم يمروا على استوديو الصوت اللي دائما أمير بيكون متواجد. نعم. فيه طول اليوم. نعم. وخلف الأجهزة وكمان محل التسجيل
خلف الزجاج وامام نعم أكيد. الزجاج في استوديو الصوت. نعم فدربت كثير، مروا عليك كثير جدا، كثير من نعم. المذيعين في قناة ففيها الدرب. فيها تعب شديد بالمناسبة الحقيقة، المذيع فيها شنو؟ عشان تخلي ليك مذيع مبتدئ يقرا بنفس الطريقة بتاعت إيقاع العمل الإخباري والإعلامي، فدي صعبة جدا. هو بيجي بحاجة سميعة، تونة معينة سميعة، لكن ما قادر يطبقها، فدي متعبة جدا عشان يتخلص منها ويجي يبقى مذيع. تاخذ زمن، تاخذ زمن كثير. انا من الناس اللي شردت طبعا. انت طبعا شردت شردت من كثير الشرد كثير زيي. طيب انت بتتدخل في مثلا امكانيات الصوت بالنسبه للمذيع، انه هو مثلا عنده رغبه انه يكون مذيع اخبار؟ نعم. فانت بتوجه اذا لقيت الدرجه بتاعته بتاعت الصوت امكانياته النفس بتاعه ما صالح، ولا ممكن اي شخص يقرا اخبار حتى لو امكانياته ضعيفه بالتدريب انه يبقى؟ هو بالتدريب بيقرا، لكن انت ممكن تصنف الصوت، ممكن يكون ده منوعات، ده صوت اخباري، بيكون واضح. وانت بتنصحه طوال، تقول له والله صوتك انت احسن لك تمشي منوعات، احسن لك المنوعات مثلا من لكن زي كده. لكن لابد انه يعني يبدا بالاخبار، الاخبار هي بتثبت الصوت المذيع. اها. بيتفك له شويه يعني نبدا ثاني بعد ما انتهينا؟ بعد ما لازم تبدي ثاني من جديد. نبدا من الاول. طيب الاصوات الاول، المذيعين والمذيعات النسائي والرجال، بتفضل التدرب ياتو وليه الصعوبه في ياتو انه تروض يعني من ناحيه الصوت؟ والله ده صعب جدا السؤال ده، لكن الاثنين نتجاوزه ولا ممكن نتجاوز؟ لكن القابليه، هو الانسان اللي قابليته مثلا او رغبته انه يبقى مثلا مذيع، فحكايه انه يستوعب الساهل في الله. صوت المراه بيقولوا رقيق يعني شويه، اول بيختلف، والرجل عنده كده خامه مختلفه، خشونه يعني في صوته. الاسهل الرقيق ده انك تروضه ولا الخشن يعني؟ هو اصعب ده انك تروضيه وتجيبي ليه ده. لكن صوت الرجل دائما، لانه مثلا بيكون صوت غليظ طبعا كده، بيكون واضح في معالمه انه ممكن يشتغل. طيب القابليه للتعلم الاسهل ياتو صوت المذيع والله ولا المذيع؟ ممكن المذيع ممكن اكثر. ليه؟ والله ليه دي صعبه الاسئله كلها صعبه. الاسئله صعبه. انا عودت بس اقعد في الكرسي ده، ولا ما بتحضر الناس اللي قبلك اللي قاعده في الكرسي الساخن بتاع؟ لا عادي، انا ما لسه شغال مذيع يعني، مستمر ستيل يعني، ما عندي مشكله. بيفرق المذيع في الاذاعه من المذيع ومن الضيف؟ يكون الضيف دي هي اشكاليه ممكن، اي صعبه شويه، لكن ما فيها صعوبه. لكن السؤال انه هو مثلا على حسب استيعابه للتدريب. نعم. الجرعه بتاعت التدريب ممكن ياخذ شهر، ممكن ياخذ 15 يوم يعني عادي. طيب يعني في الناس اللي بيكونوا شغالين بس في القناه اللي ممكن يمروا بك كتدريب، ولا ممكن يعني عندك القابليه انك تعلم يعني اي شخص ولا كده؟ ما فكرت في التدريب دي في مراكز يعني ولا كده؟ كمهنه تبقى ليك يعني احتراف؟ والله ما 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 زالت احترافيه، لكن ما زالت هي خدمه بتقدمها يعني. انت في وين ما كنت، في اذاعه او في تلفزيون هنا، جاك مذيع هنا بتقدم له فني صوت، ممكن برضه ادربه عادي يعني. جميل. ما زال مفتوحه يعني. مفتوحه يعني ممكن. جميل جدا. لكل زور راغب. طيب كلمه اخيره كده امير عبد الرحمن، توجهها للناس اللي جوا القناه، الزملاء وللناس البر اللي بيشاهدوك لاول مره. والله انا برسل تحياتي لكل الناس اللي بيتابعوا قناه ام درمان واصدقائنا من قناه ام درمان، والتحيه لفضل في المملكه انه كان مصير انه يتم هذا اللقاء. والله انا طبعا لما عملت معك لقاء ما كنت عارفه يعني اي يعني موظف في القناه حيمر بالتجربه. نعم نعم اكيد، انا يمكن هربت منها اكثر من مره طبعا. كثير كثير، لكن الليله دبسناك فيها. والتحيه اليوم كلهم للكاست العامل معاكم وكل مشاهدي قناه ام درمان، شكرا لكم. جميل. طيب نمشي نسمع تقرير، نشوف تقرير من تقارير امير عبد الرحمن، ونجي نودع بعد التقرير. نعم. זהו יום היסטורי. ההצהרה של הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היא אבן דרך חשובה בתולדות ירושלים. ירושלים היא בירתנו מזה 3,000 שנה. כאן התהלכו אבותינו, כאן עמד בית המקדש,
كان ملخو ملخي إسرائيل، كان يتيفو نبيي إسرائيل. هكذا يسهو نتنياهو الآن بعودة أورشليم إلى مهد التوراة القديم، بينما استيقظ العالم العربي والإسلامي على موجة من الغضب والغليان، وترامب الذي أشعل ثقاب الكراهية في نفوس المسلمين إثر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. فأنا قررت أنه آن الأوان لنعلن رسميا عن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. ها هو الآن ينام في قصره والأرض تهتز من تحته. في ماليزيا تتساقط أوراق الشتاء من فرط الغضب. التحية لك. وفي قصة في التقرير ده، إنه لما أنت قريت التقرير ده تأثرت، وفي رواية كده وصلتني إنك أنت دموع جارية وكده. حصل شنو؟ حكينا قبل الختام بمناسبة التقرير. وده التقرير بتاع اليوم تقريبا، صح؟ دائما القدس وقرار ترامب الجائر أثر عليك؟ أثر شيء. يعني أسي أنت بتشاهد التقرير أو بتسمع فيه وبرضو يعني ظهر عليك التأثر يعني. فنتمنى إنه التقرير الجاي يكون لخبر مفرح، وإن شاء الله نتمنى. تتأثر إن شاء الله من الفرح إن شاء الله نتمنى. شكرا جدا لتواجدك معنا ونورتنا ليلة في الجندي المجهول، وكل المشاهدين مؤكد الليلة عرفوا أمير عبد الرحمن اللي كان بيكون في الكنترول، والأغاني اللي بيختارها اللي بيكون مختلفة في موجة أم درمان كمان. تحية لك أمير عبد الرحمن، نورت. الله يديك العافية، وأنا التحية لأصدقاء موجة أم درمان دائما، يعني يمكن كسبنا كثير من الصداقات معهم، وحقيقة ناس ممتعين جدا ومتابعين. تحية ليهم وتحية ليك ولكل من يشاهد قناة أم درمان الفضائية. شكرا. تحية أمير عبد الرحمن، وكمان منتظرة تعليقاتكم ورسائلكم على فقرة الجندي المجهول، وكمان ضيفنا أمير عبد الرحمن لليوم. حنطلع فاصل قصير ونجي نواصل برنامج جاد. المشاهدين انتظرونا.